هذا هو البوست اللي نشرته أمس صابرين على صفحتها بفيسبوك، وأعلنت من خلالها عن إصابتها بفيروس كورونا. وطبعا الخبر صار فايرل والناس تفاعلوا معاه واتمنوا لها الشفاء العاجل، وإحنا بدورنا بنقول لها ألف سلام عليك يا صابرين. ودلوقتي كمان بقى في شوية قلق من بعد ما أعلنت صابرين عن إصابتها، علشان من أيام ما شاركت في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، فربنا أكيد يشفيها ونتمنى أن محدش تاني يتصاب من النجوم. هلا بحسب معرفنا انه صابرين عملت تحاليل وصور واشعه لانه شكت باصابتها من بعد ظهور بعض الاعراض عليها، خاصه انه كذا حدا بعائلتها انصاب بالكورونا منهم زوجها واخوها. بنتيجه التحاليل بين عندها انخفاض بكريات الدم البيض وبالتالي اشتباه باصابتها بكورونا، لهيك اليوم عملت البي سي ار وبانتظار تطلع نتيجه المسحه ليتم تاكيد الاصابه من عدمها. بكل الاحوال ان شاء الله تكون بخير وعافيه.